مشاهدينا أهلا بحضراتكم. لم تدخر مصر جهدا على الأصعدة كافة السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل التوصل لحل للأزمة الراهنة في قطاع غزة والتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين في معاناتهم المستمرة منذ أشهر. مشاورات ومداولات مستمرة مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الأزمة في القطاع، يأتي من بين تلك الجهود لقاؤه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي شدد الرئيس السيسي خلاله على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. الرئيس السيسي أشار إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، محذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، كما شدد على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع. ومن جانبه أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور مع مصر بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة، كما أكد توافق الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمنا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، بينما أشاد الرئيس الروسي بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدا توافق الرؤى بين البلدين بشأن أولوية حل الدولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة. وفي سياق متصل، استضافت القاهرة اجتماعا لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد فيه المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. كما جدد المشاركون رفضهم لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل. كل تلك الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية تزامن معها استمرار الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، الذي تقوم به القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لبعض الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة القائمة في قطاع غزة. شكرا لكم على طيب المتابعة.